الحوار بين الترجي ونادي صفاقسي والحسابات متواصلة للقب البطولة. أسامة الدراجي التوزيع من أسامة دراع مساوى القائم الثاني والهدف الأول الأمضاء لحسين الراقد. كرة ممتازة على مستوى القائم الثاني والترجي واضح يسعى قلت لحسم أمر البطولة بعد توزيعة وكرة على مستوى القائم الأول والحسين الراقد يتمكن من تسجيل الهدف الأول في وقت باغت من خلال الاتحاد الرياضي المنستيري. أول كرة أول ثغرة القاها الترجي الرياضي التونسي إعادة من جديد لخطر يأتي من أسامة الدراجي. التوزيعة في مناطق الجزاء أحمد العكيشي حسين الراقد بدون مراقبة طليق والكرة في الشباك والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت ربما الإقصاء لفوسيني كوليبالي يغير برشا وضعيات في مباراة الترجي والإدارة.